السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كيدز كان كود، الأطفال يمكنهم أن يكتبوا أكواد برمجة. زي ما انت شايف هو بيبدأ يخليك تبرمج حاجة بسيطة جدا من خلال مثلا سكراتش، وبعد كده تبرمج بايثون وتقدر تبرمج ألعاب بكل سهولة. فالموقع جميل وفيه دروس حلوة جدا، وبعد كده بتوصل لمستوى ان انت تبرمج ريسبيري وبتبرمج بايثون. ممكن نقول له مثلا عايز اشوف الدروس اللي موجودة، فبتلاقي اللعبة هيت وحاطط لك الفيديوهات اللي تشرح لك اللعبة تقدر تلعبها ازاي وكل واحدة فيهم. تمام، يعني بدل ما تلعب اللعبة تشوف الفيديوهات دي وتبدأ تتعلم البرمجة بتاعتها، تبرمج الأشخاص، تبرمج الألعاب، تبرمج تضيف حاجات جرافيكس وهكذا. بيبدأ يشرح لك كل حاجة بالتفصيل. بس بلاش الألعاب اللي فيها عنف ديت. بيبدأ يشرح لك كل حاجة. طيب ده بالنسبة للليسون. خلينا نشوف مثلا الريسورس اهو، بيقول لي دي أهم المواقع. تمام، زي كود، ستيم، نظام تعليم، change the equation، اونلاين لو انت عايز تخش بقى في البايثون هوم، خان اكاديمي. خان اكاديمي من اهم الحاجات اللي ممكن تتعلم منها برمجة، كود اكاديمي، توتوريال اونلاين، في حاجات خاصة بالبايثون، في حاجات خاصة بالراسبيري بي اي بحيث ان انت تبرمج، ممكن سمارت هوم، حاجات ممتازة. فنقلة جميلة جدا. ويلكم تو بايثون. تعال نشوف code.org، بيبدأ يديك زي مسار تعليمي تبدأ تتعلم فيه، بيمشي معاك خطوة خطوة خطوة، واحدة 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 لحد ما تقدر تعمل حاجة قوية جدا. تمام، مختبر رسوم فنية، فنان، ميوزك، مختبر تطبيقات، الحاجات الجميلة ديت. وموجودة بالعربي وبالإنجليزي، بيديك تاسكات صغيرة خالص وبعد كده يديك تاسكات تانية أعلى منها نقطة صغيرة وهكذا، بيمشي معاك خطوة خطوة تاتا تاتا لحد ما توصل لمستوى حلو جدا في البرمجة. تمام، يعني يقول لك ايه احنا عايزين كذا، فتبدأ انت بتبدأ تفهم واحدة واحدة التصميمات. تمام، كل مرة بيديك تاسكاية معينة وتقول لك انت شغل وتبدأ تجرب الحاجة ديت. تمام، النقوش المتحركة دي كلها حاجات مجرد دراج اند دروب، بتبدأ تشتغل معاك، تبدأ تشغل وتشوف. ده خان أكاديمي برضو، يعني ده في نسخة للأطفال ونسخة للكبار، بحيث إن الرياضيات، الكمبيوتر، كل الحاجات تقدر إن أنت تتعلمها. وده برضو موقع كود أكاديمي، من المواقع القوية جدا في تعلم البرمجة خطوة خطوة. فربنا يوفقكم إن شاء الله.